يلا يا مامي، مش عايزين نفوت ولا محاضرة. ايه ده يا مامي؟ ايه اللي حضرتك لابسه ده؟ شيك مش كده؟ معقولة يا ست انتي؟ ده منظر طالبة في الجامعة. وايه التسريحة دي كمان؟ يا مامي حضرتك رايحة تحضري محاضرة في مدرج سنة أولى إعلام، مش رايحة مجلس الشعب. أنا مش موافقة على المنظر ده أبدا. حبيبة قلبي يا تونة، بس ده تيار شيك جدا، وعشان كده أنا مش موافقة عليه إطلاقا. تعالي. حولتوا الجنينه لميدان التحرير ولا ايه؟ ايه رايك يا بابا؟ دي الدعايه اللي انا وماما عاملينها عشان الجامعه. دعايه ايه؟ دعايه انتخابات اتحاد الطلبه بتاع الكليه، انا وفاتن مرشحين نفسنا. الله الله الله، ده انت واخده الحكايه بجد بقى وعامله نفسك طالبه جامعيه بجد. الله يا محمود، طب ما انا فعلا طالبه جامعيه. وبعدين يا سيدي انا عمري ما قصرت لا في حقك ولا في حق بيتي ولا في حق بنتي. ايه بقى المانع ان انا اعوض اللي فاتني واعيش اللي ما عشتوش؟ ايوه يا بابا، انت مش متصور الجماهيريه اللي ماما عاملاها عندنا في الجامعه. ده كل الطلبه والاساتذه بيحبوها وبيحترموها جدا. طب والله هم اللي طلبوا منها انها ترشح نفسها، وانا مرشحه نفسي على حسها. انت مرشحه نفسك وماما مرشحه نفسها، انا مش فاهم شغل السباكه ده. وبعدين انا لما اكون بتكلم مع ماما ما تتدخليش لو سمحتي. والله بقى انا بدافع عن زميلتي وده حق. فاتن حبيبتي روحي اقفي مع النجار والخطاط، شكلهم قرب يخلص. حاضر يا زعيم. زعيمه ما شاء الله، وكمان بقيت زعيمه، دي حاجه هايله قوي. والله يا محمود ده راي الطلبه فيا وانا ما اقدرش اغيره. بصي انا مش هينفع اتكلم معاك هنا قدام الخطاط والنجار، اتفضلي لو سمحتي نتكلم جوه براحتك. اتفضلي. ايه بقى الحكايه يا محمود؟ فين دبل جوازنا يا هن؟ اهي. وايه الخاتم بقى اللي مغطيها ده؟ محمود انا لابساه بقى لي 3 سنين، هو ممنوع البس خاتم؟ لا مش ممنوع ولا حاجه. في الجامعه يعرفوا انك تبقي ام فاتن؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني معرفش، محدش سالني وانا ما احتجتش اني اقول لحد. وبعدين ايه تسريحه العيال اللي انت عاملاها دي؟ وايه اللبس اللي شبه لبس بنتك ده؟ ايه مراهقه جديده دي ولا ايه يا هانم؟ جرى ايه يا محمود؟ انا لسه صغيره وفي عز شبابي. وبعدين لبسي ده وتسريحة شعري دي لايقين عليا جدا، ولعلمك بقى في بنات كتير قوي في الكلية شكلهم أكبر مني. بعدين يا راجل أنت المفروض تبقى مبسوط إن مراتك حلوة ولذيذة وصغيرة وروشة. روشة؟ أنا مراتي روشة؟ بصي اليوفط اللي موجودة النهاردة في الجنينة دي تتشال كلها، عشان في النهاردة ضيوف مهمين جايين على العشاء. ومتهيألي أنا قلت لك على موضوع العشاء ده من أسبوع، ولا نسيتي واجباتك كزوجة؟ اطمن يا روح قلبي، العشاء معمول حسابه. واليوفت هتتلف وتتشال، أنا وفاتن رايحين الجامعة كمان شوية عشان نعلقها، وهنرجع قبل ميعاد العشاء ما تقلقش. باي. باي. إيه الجنان اللي أنا فيه ده يا ربي؟